FM. الكلمة ليك. ضيفتنا في الانفيتي دو جور عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. مرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير ومرحبا بكل مستمعي كابي فام. مرحبا بك في كابتشينو. عامل فينا نوبوتي شي سلاح كل صباح. عامل فينا واثر معنا على بعض الاشياء، لكن ان شاء الله الامور تاخذ شكلها الطبيعي. وي، وعندنا ازدحام على مستوى الاحداث السياسيه في تونس. كما تعرف عبير موسي، يعني اخر الاحداث هي اقاله وزير الداخليه لطفي ابراهيم. انتم في الحزب الدستوري الحر كيفاش علقتوا على الخبر هذا او الحدث هذا؟ طبعا احنا الحزب الدستوري الحر خرجنا بيان في نفس اليوم اللي تمت فيه الاقاله، وطبعا استنكرنا انه تصير، يعني من الناحيه المبدئيه انه اليوم الناس الكل قاعدة تشوف في ضبابية المشهد السياسي والمشهد الحكومي خاصة اللي هو ولا يشكل أزمة. اليوم رئيس الحكومة نفسه محل جدل، هل أنه يبقى وإلا يغادر ما بين الأطراف تاع التوافق بين ظفرين. هو نفسه اللي هو محل جدل يجي في خطوة مفاجئة ويقيل وزير الداخلية، إقالة منفردة بعيدة على تحوير وزيري لا جزئي لا كلي. هذا في حد ذاته يعني يأكد أنه إدارة الدولة فيها مشكل وتطرح نقاط استفهام. الحاجة الثانية اللي احنا استنكرناها هو إحداث الشغور. اليوم وقت اللي تقول لي وزارة الداخلية تدار بالنيابة، أنا نراها هذه مؤشر سلبي داخلي للمواطن التونسي يمس من شعوره بالاطمئنان، وحتى خارجي لانه ما تدارش وزاره الداخليه بالنيابه وهذا ما يجيش. الحاجه الثالثه وقت اللي نشوفوا الشخصيه اللي تم اختيارها، اللي تم اختيارها باش تكون بالنيابه، احنا كحزب دستوري الحر عنا معها يعني سابق تعامل، انه رفضت فتح الملفات اللي تتعلق بتنظيم الأخوان في تونس، ملف التمويل القطري، ملف علاقة هؤلاء بالإرهاب، وبالتالي شخصية هذه معروفة بقربها من هذه التنظيمات. حاجة أخرى اللي الناس الكل شافتها ولاحظتها أنه فما قيادات تاع تنظيم الإخوان خرجت في البلاتوات وفي عدة معناها منابر منها مجلس نواب الشعب وطالبت صراحة بإقالة وزير الداخلية. وبعد معناها ساعات أو أيام تم الاستجابة في هذه الخطوة اللي ما هيش متعلقة بتحوير وزاري تام وإلا جزئي، معناها لهنا تولي كأني استجابة لهذه الرغبة مقابل مواصلة دعم هذا التنظيم لبقاء يوسف الشاهد في الحكم. يعني اللي نستخلصوه من هذا الكل كقنابيل، نستخلصوه أن اليوم الدولة تدار بطريقة بعيدة كل البعد عن مراعاة المصلحة العامة للبلاد، وما فماش حرفية في إدارة الدولة. اليوم فما صفقات إذا كان ما تمتش نشوفوا نتائج كيف ما هكا، فما توافقات اللي من نهار الاول قلنا راهي ضد الطبيعه وما تنجم توصل كان للنتائج كارثيه كيف هذه، ونظام سياسي اللي هو يجعل الاداره هذه نتاع الدوله وتغيير الحكومات وعدم الاستقرار الحكومي وماشيين في 7 ولا 8 حكومات اليوم في ظرف 7 سنين، هذا يزيد ياكد توجهنا اللي هو يطالب وباش نعملوا عليه هذا بكل جديه، وعملنا عليه باعتبار انه صغنا مشروع دستور للجمهوريه التونسية فيه تغيير النظام السياسي. يظهر لي جاء اليوم الوقت انه الناس الكل تخدم على يعني تغيير النظام السياسي. حسب كلامك معناتها كان نستنجو من كلامك انه لطفي ابراهيم كان هو معناتها كان مش يكشف الملفات بتاع الاخوان المسلمين حسب ما قلت انت، و ما قلتش انا هذا. لا إيه. انا ما تحدثتش على لطفي ابراهيم. اذا كان هو وزير العدل الحالي، أيوة. وزير العدل الحالي معروف انه هو امتنع، أيوة. لانه لجئنا له، أيوة. وقت اللي القضاء احفظ التهمه لعدم الصفه اللي هي سابقه وخرق واضح لمجله اجراءات الجزائيه قضيه التمويل القطري، أيوة. التجأنا لوزير العدل، وزير العدل قدمنا له عريضه في ديسمبر 2017 يجاوبنا عليها في 21 مارس 2018، ما يكلفش نفسه عناء استقبال اللجنه القانونيه، طلبنا منه يستقبل اللجنة القانونية وتقدم له مؤيدات القضية باعتبار أنه المجلة الجزائية تعطيه صلاحية إثارة الدعوة إذا كان توصل له وثائق تفيد يعني تهمة جدية. ما كلفش نفسه أنه يستقبلها اللجنة القانونية، أحالها لإدارة النزاعات الجزائية. درج من زمان قالكم السيد الوزير برا قوموا على المسؤولية الخاصة، على احنا ما نعرفوش نقوموا على المسؤولية الخاصة نعرفه، لكن احنا استنجدنا بوزير عدل كنا نظنه أنه هو باش يستعمل
صلاحيته المقولة ليه بالقانون في ظل ملف اللي مؤيداته جدية ومن المفروض التحقيق يصير فيه. يعني هل يزعج بعض الأطراف في تونس لطفي براهم؟ أزعج حزب سياسي؟ أزعج معناتها كشف ملفات ممكن تكون معناتها تمثل مشكل لأحزاب سياسية في تونس؟ احنا اللي شفناه شوف لو احنا ديما كيف نتكلموا نتكلموا بصفة مبدئية ماهيش مسألة دفاع على أشخاص. احنا قلنا بلاد اليوم مقبلة على موسم سياحي إن شاء الله يكون واعد، بلاد الوضع الأمني متاحها هش وسجل نجاحات في المدة الفارطة قالها رئيس الحكومة نفسه، تجي تحط وزارة الداخلية تدار بالنيابة هذه حاجة غير مقبولة. عبير موسي الحاجة الثانية ليه مش بين السطور؟ أمور واضحة وقت اللي تخرج قيادات شو وقت اللي تخرج قيادات تابع طرف هو احنا ما نعتبروش طرف سياسي باعتبار انه هو طرف محل جدل ومحل شبهات عنا احنا، لكن طرف للأسف اليوم يمثل كتلة أغلبية في مجلس نواب الشعب في هذا العهد السعيد بين ظفرين. إذا كان القيادة هذوما يخرجوا ويقولوا نطالبوا بإقالته وبعد أيام تصير إقالته، ما نتصورش أنا الوزارة الوحيدة في تونس اللي أمورها ما هيش ماشية هي وزارة الداخلية، باعتبار انه يوسف الشاهد نفسه وقت اللي عمل خطاب عدد النجاحات الأمنية، وبالتالي انه ما فماش تحوير وزاري لا جزئي لا اصلا فما تحوير باعتبار انه رئيس الحكومة بيدو اليوم فما اختلاف الفصل 64 ولا نقطة 64 بمتاع ما يسمى بوثيقة كرتاج سنين. نجي ونقيل الوزير هذاك بالذات ونحط وزير اخر اللي هو معناها جربة انه هو ما يفتحش الملفات متاع الارهابيين، وفي وضع اللي اليوم فما حديث على هوى عودة الارهابيين وشفنا الحادثة متاع الالمانية ومتاع الباخرة ومتاع ميناء حلق الويد وشفنا الناس والهمجية اللي صارت في الميناء والمطالبات بإقالة وزير الداخلية، تجي انت تعمل هذا يعني شيطنت وزير الداخلية فما لهنا تم شيطنت وزير الداخلية. لا ما يهمنيش انا شنو اللي صار يهمني وزير الداخلية مش ما شخصنوش فما نقاط استفهام انا عطيتك تو جملة يعني فما ربما تمهيد وفما نية باعتبار انه اليوم هني قلت لك ما هيش الوزارة الوحيدة المستعجلة اللي مازالت محلولة وثيقة كرتاج سنين يحكيوا عليها في انه يبقى وزير ولا ما يبقاش يصير تحوير كلي ولا تحوير جزئي نصرعوا بإقالته. ما نتصورش هي أخي وزارة في تونس هاني قلت لك استجابة لرغبة قبيلة موسم سياحي واقتصادي وإرهاب السبب الرئيسي احنا رينا اللي استجابة لرغبة تنظيم الإخوان وقلناها في بياننا كاخت شختابي يعني نساعد يوسف الشاهد طبعا شوف وقت اللي نراو اللي تنظيم هذية يساند رئيس الحكومة في بقائه ومن بعد نراو قيادات من تنظيم هذية طالب بإقالة وزير الداخلية ومن بعد نراو إقالة منفردة معناها ماهيش في إطار تحوير وكيف ما قلت لك في الظرف هذية اللي هو حتى اللي باش يقيد وزير الداخلية ما يجيش يقيده بالطريقة هذه وفي الوضع هذي وما تنجمش تكون تقول لي اليوم في الحكومة الكل برداءة أدائها وبفشلها أفشل الوزارة هي وزارة الداخلية مش صحيح. ربما الوزارة اللي على الأقل التوانسة شافوا شوية هكا استقرار أمني هي وزارة الداخلية دونك اليوم فما تحس اللي فما ترتيب ربما صفقة ربما اتفاق ربما تفاهم تساندني وأنا نلبي لك الرغبة متاعك. وفما حاجة أخرى تثير اليوم الاستغراب باعتبار أنه وزير بالنيابة من المفروض أنه مازال ما يعرفهاش الوزارة ومازال ما يعرفش شكون هم الكوادر متاعها ومازال ما يعرفش شكون يصلح باش يتحط في المكان هذا والمكان هذا. نسمعوا على تسميات بالجمله ونسمعوا على تغييرات وقتاش عرفهم السيد وزير الداخليه بالنيابه الناس هذوما باش يعينهم في ظرف 24 ساعه يعني وكانه فما قائمه جاهزه اجا خذها بالنيابه وتفضل نفذ اللي باش نقولوا لك عليه. هذا اللي ريناه احنا. رجعنا من جديد لحوارنا مع عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر. مرحبا بك مره اخرى. وسلاح الدين جوشي نعطيك السؤال. لا معناها الحقيقه اللي فهمته من كلام الاستاذ عبير انه لخصت واختزلت عمليه اقاله لطفي براهم في استجابه لطلب او لضغط قامت به حركه النار، مع انه اللي قاعد يتقال على لطفي اوسع بكثير من هذه المساله، لأن يعني هناك أطراف أخرى فاعلة ووازنة في الدولة في الحكومة يعني حرصت على أنها تعزل لطفي بن جبري لأسباب عديدة لطفي براهم لأسباب معنى أخرى تتعلق بأن هذا الرجل مهيئ لكي يطيح بوضع كامل في البلاد ومرتبط بجهات أجنبية وبرشا كلام تقال عليه.
علاش في تحليلك اختزلت في الاتجاه تاع الاخوان فقط؟ ما فهمتش شو معناها الاتاحه بشهود. يعني هو الان قاعد يتقال على سي لطفي هو انه كان شخص مرشح لكي معناها يتقدم في الانتخابات القادمه مدعوم من مجموعه من الجهات من اجل تغيير موازين القوى في البلاد، وبالتالي معناها لقطع الطريق امام الاسلاميين او امام النهضه. يعني ثم كلام اخر قاعد يتقال، علاش انت اسقطت من حديثك وربطت فقط انه الاقاله استجابه لحركه النهضه؟ ديما انت عندك في التحليل نتاعك تعطي للنهضه دور اكبر بكثير من حجمها ومن المساحه اللي تتحكم فيها. لا ماهوش صحيح، انا ما نعطيها حتى دور، انا كان باش كان عليا انا بنعطيها حتى دور في المشهد السياسي ونعطيها حتى دور وحتى وجود في المشهد السياسي، لكن كما قلت لك في هذا العهد الرديء للاسف هذا التنظيم هو اللي اليوم يتحكم في المجلس النواب ويتحكم في الحكومه بطريقه رغم انه هو الحزب الثاني. هذا الواقع، هذا ميزان قوى. شوف ميزان قوى معناها ما جاش بطريقه نزيهه وموضوعيه، جاء بطريقه نعرفوها كيفاش صارت في 2011 ومن الملف اللي احنا توا طالبنا فتحه اللي هو التمويلات من 2011 واداره انتخابات 2011 ودستور 2014 اللي جاء على المقاس وحط نظام سياسي نتاع يا نحكم انا يا ما تحكموا الا بيا انا. هذوما الكل حاجات معناها مش توا مجال باش نحكيو فيهم، لكن انا توا الكلام اللي انت قلته يظهر لي يزيد ياكد اللي قلته انا. يعني اذا كان فما انا ما سمعتهاش الحكايه هذيا بطريقه هكا واضحه، اذا كان الموضوع انه هما حسب ما تحكي انت توا خايفين منه لا يترشح في انتخابات 2019 وينجم يقطع الطريق امامهم لانه ماهوش موالي ليهم ولانه ربما على علم بتفاصيل علاقاتهم بالارهابيين وبشبكات التسوير الى بؤر التوتر، هذاك علاش اليوم تمت اقالته. انت بالعكس قاعده تاكد في اللي قلته انا، معناها هما اليوم يقول لك هات تنحى من اليوم وخلينا معناها ربما ننسبوا له اللي قلت عليه هذايا مدعوم من جهات اجنبيه وخلينا نفضيوا الساحه، معناها هنا يولي يختار اكثر، يولي معناها حسب كلامك انت اي شخصيه تبرز وتنجم تكون عندها حظوظ انها تنال ثقه الشعب في 2019 يلزمنا نتهموها تهمه ونبعدوها على المشهد السياسي باش تمشي تنظيم الاخوان يمشي في طريق مفتوح للتشريعيه يهيمن هو والرئاسيه يهيمن اللي باش يرشحوا هو. يعني انت كلامك توا ياكد يمكن اللي قلناها. فهمتنيش معناتها انت كلامي ربطته بالتحليل نتاعك انت اللي هو بقيت محافظ عليه. انت هذا اش قلت؟ قلت هو باش يطلع للحكم ويقطع الطريق. على اطراف اخرى غير حركه النهضه. اللي وقفت ضد لطفي ابراهيم وقررت باش تزيحه، القرار هذا جاء من طرف شكون؟ من رئيس الحكومه ولا؟ شكون هي الاطراف الاخرى اللي قررت تحت ما رينيش؟ ورئيس الحكومه مشى استشار رئيس الجمهوريه ووافقه على ذلك لانه القطاع الامني قطاع من بين المهام. المعلومه هذه غير مؤكده. لا خلينا نكمل تحليلك الشخصي. كما انت معناها معلوماتك ماهيش مؤكده. لا انا نحلل انا ما عنديش معلومات. وانا قاعد نحلل. صحيح عندك معطيات. معناها الاطراف الاخرى انت اسقطتها من حساب، انت ديما جيت عطيت الدور الرئيسي والفاعل واللي باش يوظف العمليه هذه هي حركه النهضه. ليه خلي سمعنا احنا خلافك السياسي معنا. ليه ليه مش سمعنا سمعنا نكمل نكمل بلاش بلاش خذ راحتك. انا حبيت نقول لك اللي بالنسبه لي هذا سي لطفي معناها ثم اطراف اخرى عديده غير حركه النهضه التي ارادت وقررت ان تزيحه وتم الاتفاق على ذلك. انت علاش اسقطت الجانب الاخر؟ مش اسقطت، انت توا من شيره تقول ما عندكش معلومات، تقول هذا تحليلك انت الشخصي، انا نمشي بالمعلومات، انا المعطيات اللي جات قدامي، سمعت قيادات من التنظيم هذاك صراحه قالت نطالبوا باقالته، وسمعت تصريح والناس الكل تعرف اليوم الخلاف عن نقطه 64 هي اللي من وثيقه ما يسمى بوثيقه كارتاج 2 تقول انه هل يبقى يوسف الشاهد والا يغادر يوسف الشاهد؟ وقت شكون اللي مساند بقاء يوسف الشاهد؟ التنظيم هذا. يعني انا نمشي من معطيات مش من معلومات سريه والا من تحليل كما انت قلتوا. اذا كان التنظيم هذا هو التنظيم الاساسي في التوافق اللي ساند يوسف الشاهد، واذا القيادات نتاع التنظيم هذا هي اللي خرجت صراحه في منابر اعلاميه وفي مجلس نواب الشعب وقالت نقيلوا لطفي ابراهيم، وبعد ايام تجي لا معناها لا فما تحوير وزاري لا فما حد شيء، اقاله منفرده نختاروا من ضمن الوزارات الكل وزاره الداخليه ونقيلوا الوزير. هذا شنو تنجم تعطي؟ تنجم تعطي كان النتيجه هذه انه فما اتفاق احنا باش نواصلوا نساندوك، السيد هذا مقلقنا تفضل نحي. حطيت لنا بالنيابه، حطيت لنا بالنيابه شخص اللي جربناه جاتو قضايا ضدنا وهو امتنع انه يحلها.
يعني انا نمشي بالمعطيات المتوفره. جرب. عندي استخبارات ورايا اللي باش تعطيني مالا ماذا معلومات وانا عارف اخر جاور بن مبارك كان وحدنا وحكينا في الموضوع صديق الدود قال لنا انه لطفي ابراهيم هو كان يدعم المنظومه القديمه وضد المنظومه الديمقراطيه بدعم سعودي اماراتي في المنطقه هذه. يعني يعني بالاحرى انه لطفي ابراهيم هو رجل نتاعكم. شوف شوف رجل المنظومه القديمه. شوف شوف لطفي ابراهيم هو هو رجل المدعوميه من السعوديه والامارات. شوف ماذا تردين على كلامك؟ شوف من العار من العار تقول لي جاهد بن باك من العار انك تحكي شو من العار انك تحكي وتقول المنظومه الوطنيه مدعومه من السعوديه والامارات. احنا ما سمعناها الحكايه هذه بتاع الامارات كي توا وقت اللي احنا حبينا نحلوا الملف بتاع التمويل القطري. عمرها ما كانت المنظومه القديمه اللي هي المنظومه الوطنيه عمرها ما كانت عميله والا بيدق والا تستنى في الدعم من الدول اللي تحكي عليها. الان الان ولاو الناس يحكيوا. شوف انا قاعده نشوف حتى في جرائد الكترونيه، اما احنا مانيش نعينوا في اهميه، اللي محسوبين على تنظيم الاخوان، كيف يجي توا يقول لك عبير موسي يقول لك المواليه للامارات كذا كذا، وقتاش ولينا احنا موالين الامارات؟ احنا ناس نتاع منظومه وطنيه، الحزب الدستوري من عام 20 موجود في البلاد. والحزب الدستوري حرر البلاد والحزب الدستوري بناء الدولة. ماهوش اليوم الحزب الدستوري باش يولي. لا سامحني اذا كنت تقطع على مع الدولة السعودية والامارات عدوها عدوها سياسي هذيك تقولها. لا هذه تقولها الاحزاب اللي جات بعد 2011 وانا لا رغم اللي انا عمري ما مع التهم والقاء التهم جزافا. انا كي تقول لي احزاب جات لا اصل لا فصل لا نعرفوها منين جات هكايا كانت قاعدين ولينا عندنا احزاب وتجي تقول لك انا بنت تنظيم الاخوان. والله كيف تشك انت وتقول هذايا محور واستفاف وعدو واحد. اما احنا احنا عدونا من اول الدنيا. يا احنا المنظومه في 2011 كي جاوا هما وقدموا رواحهم ضحايا وخذوا العفو التشريعي العام وخذوا التعويضات وفلسوا الصناديق الاجتماعيه جاوا على اساس كانوا ضحيه النظام السابق. وبالتالي النظام السابق بورقيبه والا بن علي اعدائنا تنظيم الاخوان مش جديده اليوم. احنا حتى وليت الامارات تقول راني انا ضد تنظيم الاخوان بجينا احنا قلنا رانا ضدهم. هذه تقولها للناس اللي ربما غيروا ارائهم منهم ولا غير معروفين. لا يدعم موقفكم ومشروعكم. لا سامحني احنا سامحني احنا نطيحوا بالاسلام السياسي بدعم من داخل ما نستحقوش دعم. احنا احنا مشروعنا السياسي الكل مبني على مشروع وطني وشرعيتنا السياسيه ناخذوها من الشعب التونسي وناخذوها من تاريخنا وناخذوها من ابجديات الحزب الدستوري. انا كي تقول لي مرجعيتك بورقيبه قال بيننا وبينهم 14 قرن نقول لك صحيح هذيك مرجعيتي. تقول لي انت تربيت على العداوه معاهم لانك تعرف تاريخهم وتعرفهم شنو عملوا وتعرف العنف اللي استعملوه نقول لك صحيح. انا مش باش تجيني انت اليوم عبير موسي اللي انا سليله معناها اب عن جد سليله حزب دستوري اللي هذيك افكاره واللي هو مناهض للخوانجيه من نوله باش نجي انا نستنى اليوم وقت اللي التغيرات الاقليميه صارت وولات دوله معينه ضد الاخوان انا مش نمشي نستناها تدعمني. هذا احنا ما نحطوهش في حساباتنا وما نعتمدوهش. وحكايه التمويل بالخارج هذه احنا اصلا ما نعرفوش نعملوها. احنا نجم تنسب لنا عيوب الدنيا الكل الا ان نمدوا يدينا الفرنك من خارج. يعني هذه هي وسيله اعتمدها تنظيم الاخوان وقت اللي خرجت الحقائق وقت تكلم احمد ونايس لانه تكلم سفير سوريا من قبل يوسف الاحمد وتكلم وليد المعلم وتكلموا صحفيين في فرنسا ومحكمه باريس اليوم لم تدن. يعني قضاه بعد سماع الدعوه ضد صالح الحرشيني وفي شكايه اللي قدمها ضد راشد الغنوشي قالوا شنو تشوهوا فينا وتقولوا على التمويل القطري. هذايا الكل وقت اللي صاير احنا جينا قدمنا قضيه وقت اللي تكلم احمد ونايس رغم اللي هذم كليناهم قلنا لا تكلم احمد ونايس وزير خارجيه سابق دبلوماسي يتكلم باسم الدوله في كذا فيلم يا نبيل في كذا فيلم عندكم انتوما قال انه الدوله على علم بانه حزب النهضه يمولد قطر بعد قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. عشان الدليل هذاك وزدنا له الادله الاخرى الكل وقدمنا القضيه في التمويل القطري وقتها ولا هما اللي يجي ضدهم يقولوا له الامارات ما تمول اليوم في تونس. انا ما عنديش بها علاقه الامارات. قطر عندي مؤيدات امارات عندي وعلاش تحبوا علاش تحبوا الساحه السياسيه هي ملوثه بطبيعتها من 2011 لليوم ونزيدوا نلوثوها انت امارات
انت سامحني هي القاء التهم على السياسيين وخاصه كما قلت لك على المنظومه الوطنيه. تو حزب جاي اليوم لا نعرف ولا اصل ولا فصل ولا منين شكون وراه، يمكن تقول انت فما شكون اليوم جابوا، اما احنا حزب على 100 سنه جادرين في البلاد. اللي تجي توا تقول لي انتم مدعومين، شكرا لك رئيس الحزب الدستوري الحر على خبرك دعوه في كابوتشينو. الكلمة ليك.